إن أزمة الإنسانية الآن وفي كل زمان هي أنها تتقدم في وسائل قدرتها أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها. هكذا تقول المرويات الإنسانية ذات العلاقة بأي عمل إنساني في أرجاء المعمورة ومن بينها اليمن. العمل الإنساني في اليمن يمضي في ظلال الحرب، وتبدو الإغاثة هي العنوان العريض الذي تحدق فيه عيون الأطفال والأمهات بانتظار لحظة إنقاذ إغاثي تخفف من جحيم الحرب والجائحة. الوضع الإنساني في اليمن بين التحذير من المجاعة والإغاثة رهين تناولات وتداولات، من بينها أن ثمة ثقبا أسود يتخلل العمل الإغاثي، بينما يتم الحديث عنه من دعم وأسناد مالي للإغاثة، وبين الفجوات التي تتسع على الأرض التي تنذر بكارثة إنسانية وشيكة. اليمن المنسي لافتة حاضرة على الدوام في نداءات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بالعمل الإنساني، ومن بينها 12 منظمة تقول إنها فشلت في الحصول على التمويلات الأساسية لتنفيذ برامجها الإغاثية على الأرض. رقعة الفقر والمجاعة تتسع منذ الانقلاب، وتتسع بالتوازي معها طبقة أثرياء من لصوص السوق السوداء والاقتصاد الموازي للميليشيا الذي ينمو على حساب لقمة العيش المسروقة من أفواه الجياع. حبات العرق على جبين الكادحين هي بالمقابل تحولت إلى سيولة وفلل عرفت بالفلل القرآنية، نسبة إلى المسيرة القرآنية العنوان الفكري للجائحة الحوثية التي رفعت لافتة المقدس الديني لتمزيق المقدسات الوطنية وفي مقدمتها الهوية والجمهورية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من جهته قال إن خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة إلى الأمم المتحدة خلال عام 2017 شملت طلب تقديم 1.2 مليار دولار، لم يستلم منها حتى الآن سوى 7% فقط. Thank you.